السلام عليكم لافامي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ ضخمين مع راسكم؟ نتمنى يا ربي ديما تكونوا بخير وفي اتم الاحوال ان شاء الله يا ربي. وكيف ما ديما اخوتي، دقيقه من وقتكم نعلي ويدنا لخالق الاكوان ان يشفي كل المرضى المسلمين الذين يعانون في صمت. اللهم اشفيهم شفاء عاجلا يا رب، واللهم انصر اخواننا في غزه، انصرهم نصرا عظيما يا رب، وارفع عنهم الحصار. اللهم امين يا ربي العالمين، اللهم فرجها على كل مهمومين يا ربي، اللهم اجبر كل خاطر مكسور يا رب العالمين، اللهم ارزق الجميع الصحة والسلامة والعافية يا رب العالمين. واليوم اخوتي فلوج جديد، مدينة اخرى، كيف ما كنوعدكم دائما مع ميمي فلوج، ديما الجديد في حول الله. هاد المرة الفلوك كنشارك معكم هاد الفلوك هذا أو هاد الجولة قصيرة داخل مدينة، عفوا، من المدينة الجميلة والرائعة من عروسة الشمال طنجة. هاد المرة الإطلالة من مدينة طنجة وجولة قصيرة في هذه المدينة الرائعة والصاخبة. بغيت نشارك معكم هذا البلوك هذا من شوارع طنجة ليلا. اخوتي خليكم معي حتى الاخر فيديو واستمتعوا معايا بجمالية مدينة طنجة ليلا. انتم كما كتشوفوا طنجة العالية، كيف تبدو ليلا؟ مهم انا صورت لكم يعني من بعض شوارع طنجة، من بعض شوارع طنجة، يعني مقتطفات من بعض شوارع طنجة ونايب الطوموبيل. مرة اخرى ان شاء الله نصور لكم مزيان وعن قرب. هذه مقتطفات، يعني مقتطفات سريعة. كيف ما ديما اخوتي، اللي عجب لي الفيديو ما يبخلش عليا بلي لايك لي كومونتاريو، وديما معكم انا ديما معكم بالجديد والى فلوكات اخرى ان شاء الله. انتما كيف تبدو طنجة الدولية ليلا؟ صراحة مدينة غزالة وفيها ما يتشاف بزاف. معروفة بالبلوكاج والضجيج تيتو. كما قلت لكم مرة أخرى إن شاء الله نصور لكم يعني الأماكن المواطع اللي كتميز بهم طنجة، نصور لكم داك شي بلي ديتاي وكل شي. المهم نتمنى اخوتي تقبلوا عليا، نتمنى ان الفيديو الاعجاب ديالكم وتستفدوا معايا ولو وتمتعوا بهاد المناظر ولو يعني ولو بالنسبه قليله. وانا ديما معكم بالجديد ان شاء الله يا ربي، وباقي الايام ان شاء الله كما قلت لكم نصور لكم المواطع اللي كتميز بهم طنجة بلي ديتاي ان
نشارك معكم كل ما هو جديد بحول الله. اشنا هو ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتاريو طبعا اللي عجبلو الفيديو وحتى اللي ما عجبلوش. ثم ستوكاج بزاف صراحة يعني. طنجة العالية وهي الجمالية كتختلف من الجمالية ديال المدينة كتختلف من نهار لليل. بالنهار جمالية خاصة وبالليل جمالية عاوتاني خاصة. وكيبقى الميزات كل في النهاية كتبقى كل مدينة بالجانب ديالها الجمالي. طبعا الاذواق كتختلف كل واحد شنو كيعشق. اللي كيعشق المدينه اللي فيها الضجيج، اللي كيعشق المدينه اللي فيها الكالم، اللي كل واحد والعشق ديالو. وكل مدينه والجماليه ديالها عندها واحد الجانب خاص من الجماليه. المغرب ديالنا تبارك الله متنوع ومزيوان. كل المدن المغربية رائعة، كل مدينة لها ميزة خاصة سبحان الله العظيم وجمالية خاصة. ويعني واحد الحاجة كتجبرها في هذه المدينة ما كتجبرهاش في المدينة أخرى. بحال اللي كاين كل بحال اللي شنقولوا بحال كل مدينة كتكمل الأخرى كتكمل. هنا كيكمن داك السر الجمالية سبحان الله العظيم. واحد كاين واحد التكامل، واحد الترابط بين المدن المغربية مع اختلاف الثقافات، اختلاف اللهجات من يعني من شمال الجنوب. كل منطقة واللهجة ديالها، كل منطقة والتقاليد ديالها، كل منطقة ومدينة والجمالية ديالها. وهذا بحد ذاته السر اللي كيحيد واحد شنقولوا بحال كيحيد واحد يعني الروتين ما كيتكررش. غنشوفوا في هذه المدينه هذه غنشوفوا واحد الحاجه ما نشوفوهاش في مدينه اخرى، ما نشوفوهاش في مدينه اخرى. وهذا اللي كيزيد اللي كيخليك تعلق اكثر وكيزيدك حبا لكل المدن. كل مدن مغرب الحبيب من الشمال إلى الجنوب كلها رائعة، كلها جميلة، كلها فريدة من نوعها. والله يحفظ وطننا الحبيب، والله يطول العمر في عمر ملكنا الغالي، الله يطول في عمره، والله يعطيه صحته، والله يرزقه صحة وسلامة. الله الوطن المليك.
الى هنا ينتهي الفلوق نهار اليوم، اترككم في رعاية الله وحفظه، والى فلوق اخر ان شاء الله.